مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، شفت فيني مشهد محزن لزوجة أحد المفقودين تحت أنقاض مصدومة مسكينة ما كتطويش من نهار من القتل اللي عيطوا لها وجات لها المكان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يسمع مخبر الخير، الله يدير شي تواضيع خير كما كتلاحظوا أني زوجة ديال أحد المفقودين هنايا مسكين مسكينة مصدومة. الحال صعيب بزاف، يعني مساكن مشاهد محزنة لعائلات كينتظروا خروج الجثث. مشاهدينا الكرام، زوجة أحد البناية مصدومة من نهار جات من نهار من القتال عيطوا لها. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث.